أحييكم، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في سلسلة سكتي. أنا قمت أجيب العيد وايد ترى هالأيام، قصدي ستي، يعني سيتي سكاي لاين. أنا مش عاجبني أبدا، مش عاجبني، بس المشكلة خلى الحين. أنا عندي مصيبتي هني في ديمونت، حليت مشكلة من المشاكل الصناعية اللي كانت عندنا هني، غيرت الشارع كامل اللي تشوفونه من الحلقة الماضية. خليت ون واي وسويت جسر وسويت مجموعة أمور سويتها، وروحي طلعت وأنا أسويها طبعا. بس الحين أبغى أسوي شيء ثاني بعد، بس يمكن ورا الحلقة، يعني مشكلة مش الحين، مش ضروري الحين. زي ترى الريسايكل عندك، ترى الريسايكلينج عندك، بس بنسوي بي تو بي هني مكان يوصل حق منو، من عند الصناعية هاي يوصل حق العالم اللي تحت. أحل شوي مشاكل قمامة، مشاكل القمامة. والله عندي مشكلة في الشوارع العامة ترى، يعني وهالشارع من شوارع زحمة وايد. فالحين بنشتغل شوي على الشوارع العامة. أنا اشتغلت على كم شارع، بس قلت من الأفضل إنكم تكونوا موجودين يوم أنا أشتغل. أبي أحط نقاط شوارع عامة هامة جدا، هامة وايد هامة. خلاص يعني وصلنا مرحلة في قامت تستوي زحمة، وعندنا وايد سكان نحن، فشو نسوي في الزحمة هاي؟ وين نوجهها؟ وين نوديها؟ وين نجيبها؟ ونبغى نخلق طلب أكثر، نبغى ناس. خل هذا ما يطلع من فوق، خل هاي المتقاطع. طبعا الجسور يحسونها كبيرة شوي، بس هي دوار، لكن دوار لا بيسوي زحمة مرورية زيادة. زين هذا شارع عام أقول لي، لأن هذا أصلا مثل ما تقولون هذا وريد اللعب، الخريطة مالنا. نحنا من استوينا قاعدين نكد منو هالشارع هذا، من بدينا الموب نفس الشارع قاعدين نكده، وعلى كثر الزحمة اللي قاعد تستوي ما قاعدين نعدل شو الشوارع العامة. فلازم نبدأ شوي نهتم في الشوارع العامة، يعني ما يصير نترك الشوارع العامة بلا هدف بهاي الطريقة هاي. هذا ون واي، بس موصول في 6 واي وانا ما ابغى بالطريقة هاي. لحظة خلنا نشوف الثاني، هلا وعسى يكون احسن. لا هذا افضل، هذا افضل، مو مشكلة، مشكلة هذا افضل. هني ما طبعا ما نحتاج كل مكان نسوي شارع طويل، ترانا ترى هني الموضوع كله كمية الاحتياج مع كمية شو الاستهلاك، طلع لنا الكمية اللي فعلا نحن ممكن نحتاجها. اوكي، وعندنا هني هذا بيتحول بعد الهاي واي اجين، بس خليه يتحمل الوقفة هذا وما بمسحه. بسوي هاي واي بعد، بس هاي واي صديقنا اللي هو هذا تلين السيم دايركشن. لا نبى الثاني، ايوه اللي هو كل خط يروح الدرب اللي هو بالنيبة لمنو. سوي شبكة شو اسمه نحن نسوي، لحظة الشبكة بنسوي من الهايويز، مش مجرد خط واحد وخلاص، لا مجموعة خطوط لازم بعد يماشي التضاريس على الأقل. شوفوا هذا، أنا من تحت لين هني، في بعدنا في هاي واي نباه اللي هو من هني. شوفوا هاي واي جانبي، هذا هاي واي جنب هاي واي، كم تتخيلوا يعني مقدار الزحمة اللي قاعدين نتعامل وياها، ترى مش طبيعي. فلازم نكون منطقيين شوي في أحجام الهاي واي مالنا، بحيث إن بنحتاج نحن نسوي اتليست 9. هذا اختار احد كان 9 كفي، صح؟ هذا يجي من وين؟
المدينة يدخل المدينة هني يعتبر دوار صح؟ هي بيعتبر دوار خمسة سبعة ثمان تسعة بتشوف مرة في خطر واقف خلنا نشوف قياسه قياسه مضبوط والله خلي اختار يروح الحين اهم شيء ما يضرب اختار تو ستيب مشكلة بسوي لها نزلة خلال النزلة هاي بنشبكه شوفوا تخلى النزلة شوي الأرض لازم بينزل شوي لازم عادي عادي جدا هذا شوي نرفع ولا النزلة النزلة ايه حتى هذا يباري شوي النزلة الحين الشارع نازل نزلة منطقية يعني مش 100% منطقية بس زينة نزلة زينة يعني نزلة زينة أحسن من الأول هلا ننزل هذا شوي وين أنا ساير وين يبغى أنا أرفع شوي أرفع شوي يستوي شكل الشارع زين شكل شارع وايد زين هاي شارع رايح راد بعد بجسرين هاي بيسوون فرق اذا بدو يستعملونه بيسوي فرق وايد زين والحين هذا نفس الحالة بنيد دور مش الصغير لا الثاني دوار الكبير الطريقة شو أفضل طريقة يبقى فيها دوار أوكي هاي الطريقة وايد زينة مني بالهاي واي لحظة أنا ليش مش غلطت ايوه اوكي ممتاز رقم واحد هني بني بكم شارع بني بهذا كم ستة بني بستة نفسه على مدينة رايح يعني ما بستخسر فيه كانوا على طول ما يصدقون والله يكون اي مكان هذا يكون شارع سيدة مع هذا هبرأي ما حد بيلف هناك الحين ما عندنا مشروع هنا حاليا يمكن في المستقبل ليش لا والله في المستقبل مشروع ناجح ننيب من هني نسوي منطقة صناعية هني سفن فول بيكون وايد زين الصراحة بيكون شيء مرتب مرتب وايد مرتب الحين ترى كل شيء نسويه نحن يأثر على المدينة ترى سواء انتوا فكروا فيها بشكل طبيعي يعني اذا انتوا عندكم مدينة منها هاي تعالوا خلنا نوفر شوية وظائف منها يستانسون ومنها نكسر بيت على اساس يرد يبني مكان ثاني شو اخبار بغداد؟ بعدين حبيبي شو المطافي شغال والله شغالين المطافي لكن الحديقة نو سموكينج سموك ديتكتر ديستريبيوشن هني بدو العيون الحديقة بس
شوفوا 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 اخي المنطقة التعليمية احترقت يا المعاناة هاي. لا انشركت يا اخي احترقت المنطقة التعليمية مالي. هل تبغى يطفونه ولا ما بيقدرون؟ عمايري الحديقة منظر الصراحة مؤلم للأسف يعني. بيستوي له عادي إعادة ترميم هذا وبنسوي له على قولتهم ري انوفيشن إعادة اللي هو تصميم بسوي له. والحل مع هذا خلاص راح صح؟ ايه احترقت المدينة التعليمية مالي. خلنا نشوف اخبار الزحمة. شفت انا علامة موي تو ايه لحظة وين السنة بنكتول؟ الصبح انه متلاوس بس الاسنة بمكتول هذا الحين اوكي. كنت اسوي شوي شوارع وكنت ابغى تكون مرنة. حد يستعمل هالشارع اصلا؟ في زحمة على الهاوي لكن ما حد قاعد يستعمل هالشارع كشارع ما حد يستعمله حاليا. فشو ابى اسوي؟ ابى اخلي هذا كأنه هايوي. ليش كأنه هايوي؟ ليش ما اسوي؟ ممكن اذا اسوي احنا ممكن اسوي هذا هني ممكن والله لو ابدرب هذا ممكن يكون اسرع. ممكن هذا لو اسويه يكون اسرع من هذاك. هذا الناس تستعمل الشارع هذا. خلنا نسويه. اذا استوى الزحمة عادي بعرف اتفاهم معاه ما عندي مشكلة. لين الجسر مرة خلاص مرة هاي وي هذا وهاي اللي بعد بحولهم هاي ويز. بس شو مع ساوند بارير هاي اللي نهاية اللي عندي مدخل مناطق سكنية ما نبى ازعاج ويزعلون ويطلعون وينتقلون برا. هذا هنا بيسوي مصيبة بتستوي هنا. خلنا نوقف اوكي كامل هاي بي مرة. كامل مع ساوند بارير حتى هذا وهذا يلا مو مشكلة. شوي يمكن بالغت في ساوند بارير بس اوكي. شوف هنا الشارع شو وضعه. ما ينفع يكون هاي واي. هذا مدينة مدينة لا المدينة لازم ارد اخليها شو سكس لين يصير سكس لين فوق. خلنا نشوف شكله. نص المدينة بس عساس شيل كمية سيارات عقب هالنقطة هاي يستوي هاي واي. خلوه هني يريحون شوي. بس حدود السرعة شو بسوي؟ برفعه هني من هذا لكم لمية نفس الهاي واي. مية مية 80 بس خلاص. بعدين يلتزمون بحدود السرعة. المسافة القصيرة مو مشكلة ما بتأذيهم وايد يعني. بس ان اذا سويت هالشيء هذا متمنيا انه يبدون يستعملون الهاي واي. وايد اوكي تبدون يستعملون الهاي واي. يبالنا بعد مخرج هاي واي من هني. وين اللي كل واحد يروح يصوب هذا زين.
طلع من هني دخل نفخ طلع النفخ وين؟ كيف شكل النفخ هذا؟ ايوه الطريقة هاي مقبول والله. احس لو يصير كان احسن، بس شو ابو منفذ لو يسوون شوي زحمة هني بس يفكونه من زحمة منو الشارع الثاني، على اساس يستعملون الخط هذا الخارجي، بس الخط الخارجي بس بيرفع السرعة. على اساس شو يسوون؟ يستعملون الشارع هذا. 100 مرة 100 كامل. اخذ خارج ابوهم يستعملونه. خلهم يروحون. اخذ خارجهم. 100 وسيارات وكم ما ينفع. احد يبركن هنا بعيد وايد عن المدينة، والله مزاجك خايس تبركن هنا وتمشي لي هناك. شو ماشي شغل؟ شو كله ممنوع الباركن؟ في باركنات يقرون الواحد، يعني واحد مسوي باركنات وتعب عمره، اخر شي يسوون؟ اخ ما في باصات هني. شو في باص واحد بس؟ هاي خط هذا بس. زين السالفة كذي بني بستوب ثاني من نص المدينة، هني وايد زحمة لين هني نص المدينة، حتى 4 5 باصات. بعد بس بعد بس خلي اشيل الزحمة اللي هني. كم واحد واقف هنا؟ شوف شوف. طيبة وهني ما حد واقف. طيبة يا الزحمة، انت ليش مركن دبابة هني؟ احد مركن دبابة على محطة قطارات؟ ربيت مزودك الخايس. شوفوا دبابات. لا زين الحين وايد زين الصراحة، وايد أحسن. بيهم باصات بيشدونهم بيسوون. ها شو داش كان قاروصة عنده، وين اختفت؟ ودام الناس بيدخلون أسرع مستوي. هاي صيانة شوارع عامة ترى. شي باله شغل، يعني المفروض الواحد في اللعبة يعني يقعد يعني يسوي صيانة حق الشوارع العامة، ترى شيء مهم أكثر ما تخيلون. هي شيء يعني يسوي فرق مش طبيعي ترى. نحط شركات طول النهر هذا، شركات طول النهر ورا الشركات، بيوت اللي يداومون. وراهم هني دكاكين، من الحين قاعد افرقهم مسوي لهم اماكن معينة. هذا السبب تسألون ليش يعني ما يصح اعبي الفراغ كامل، لان بيدخل في الموضوع خدمات عيادات دنيا سوالف ثانية سوالف حلوة، يعني مش لازم كله. شو مش لازم كلهم يكونون اوكي. مدخل سكنية بدتها
تعمر الحين شوي 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 شوي. شوارع العامة ترى وايد تخدم في الموضوع نفسه هذا على فكرة بعده، يعني حتى هالزحمة شوية اللي جاية هني يعني مش سايرة هني، يعني مش سايرة مكان ثاني تسوي زحمة. في ناس تستعمل الشوارع بعد ترى، خلونا نشوفه يستعملون شوارع دورية استوت خلاص، شوارع دورية يعني تشل الضغط. بس من هي خط الشاحنات هذا السؤال؟ خط الشاحنات هذا خطير، هذا الخط شوفوا هناك خط وهنا خط، خطين هذا زحمة أكثر من ذاك. موصلين بعض في دوار، ممكن نوصلهم من الوسط بعد ترى. هاي كانت في الحلقة هاي عبارة عن شو كنا بنسوي وشوارع عامة وغيره، وهي الشوارع العامة والدولية. فنشوفكم في حلقة قادمة إن شاء الله على خير.